هذا الفهم الغاصر لمسألة المؤسسات وحماية الأفراد. من قال لك احنا ندافع عن المزورين؟ هذا فهم غاصر. كل إنسان ضد هذه الإجراءات هو بالضرورة يدافع عن المزورين، مو صحيح. احنا نتكلم عن دور المؤسسات مو الأفراد. الدول شلون تتطور لما تكون عندي مؤسسات وطنية ضخمة وشفافة؟ وحتى الموظف اللي يروح للنزاهة، اللي يقول الموظف يروح النزاهة عن يبلغ عن شنو؟ يبلغ عن سرقات ولا مخالفات إدارية؟ هو موظف في هذا القطاع، هو مو جاي من الشارع عنده مستندات وجاي مخترق ومقتحم مؤسسة وماخذ مستندات ورايح فيها يركض فيها نزاهة. هو موظف ما قدر يتواصل مع مدير إدارة، مراقب، وكيل، شاف انه في خمار، في فساد، وراح وقدمها، وراح قدم المستندات. انت شلون تحصل على هذه المستندات شلي من برا؟ المساله يا احمد احنا ما ندافع عن مزور ولا نقبل، هذه بلدي، هذه ارضي، ما اقبل اهانه وامتهان لكرامتي لما اقبل واحد يزور يعيش بيننا، او واحد متزوج ياكل برا وياكل هني، ما اقبل. خلافك على الاليه، نتكلم على اليه الاجراءات. احنا في بلد مؤسسات وقانون، سيادة القانون. وروح فيه مثال ورد على عادل الصبيح لما انسحبت الجناسي في صيف 2014، ما حد يعرف ليش انسحبت. ولما ردت الجناسي في 2018 اعتقد او 19، ما حد يعرف ليش ردت. خمس ست سنوات ذيل الأسرة اللي قاعدوا بدون جناسي، ليش؟ من يدفع ثمن ألامهم ومعاناتهم بالخمس سنين يوم طلعوا مظلومين وردت لهم الجناسي؟ هذا المزاج اللي شيخ قاعد في الضجيج والآن قاعد في السجن المركزي، اللي سحب جناسي الناس وحملها المسؤولية خمس سنوات من الآلام اللي تعانيها هذه الأسرة الكويتية. نعم. شنو النتيجة؟ ردت هذه الجناسي. منو يحميك اليوم من مزاج شيخ ولا مسؤول ولا خصم سياسي معك؟ منو يحميني أنا؟ نعم. تصير العقوبة جماعية على 200 شخص ولا 300 شخص داخل الأسرة. نعم. في جريرة رجل. احنا مو مع حماية المزورين، ولا ممكن نحمي مزور ولا مزوج. وضح. احنا نحمي بلدنا بالمؤسسات وسياسة. وليش اعتبرت هذا الأمر فخ سياسي لسمو رئيس؟ فخ سياسي لاستفزاز الناس في التوقيت وفي الآلية وفي الإجراء. نعم. لما تبي تحمي أنت الهوية الوطنية، اللي ما احنا فاهمين شنو يعني الهوية الوطنية، شنو تشكيلها وشنو مفهومها. إذا تبي تحميها صحيحا، حول هؤلاء مزورين المحكمة، وخلي ياخذ ثلاث درجات التقاضي لكل إنسان مكفول له في دستور دولة الكويت. يروح ياخذ التقاضي، أثبت أنه مزور، علقه من رجله، ولا والله أنت رحم عليه ولا نتضامن معه. اما تاخذ الناس من بيتهم، يروح يطلع من بيته دوامه كويتي يرجع بدون، شنو هذه النتيجه؟ الامر الثاني اللي بتعالج فيه المساله، انت اليوم عندك كويتي وعندك وافد وعندك كويتي بدون. نعم. البدون حسب قانون الجهاز المركزي اخر بدون عندي 92. زين، الناس اللي تسحب جناسيهم ذيلا، المزدوج ماكو مشكله عند الزواجية، والمنطق يقول لك والعمل الإنساني والراقي والمتحضر أنك تخيره. نعم. تخيره بين الأمرين، الأمر بين الجنسية والجنسية الأخرى. الجنسية. أما التزوير لما تيجي أنت اليوم تخلق فئة رابعة في المجتمع، لا هم بدون ولا هم كويتيين ولا هم وافدين. اليوم 1000 عددهم، 3000، بكرة بالإنجاب والمواليد الطبيعية بكرة يصيرون 40000. وين 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 تبتوديني؟ وين شنو النتيجة اللي تبتوصلها؟ شنو واحد